دي بنو التاني مودة ومنتحة، نزلت من مركز واحدة حجمها كويس. تعالي يا جليلة. ما محددة ليه ما الأكلة أي شيء قاعدة دي، يعني الأكل لما عدوها الشوكولاتة مش في تحسن. عندنا برامج، عندنا خارجية وإضافية، أفضل إلى خارجية وإضافية متوسط. عندنا المثبت مدنا كل العلاجات، يجيبلنا الأزازة الجاهز، نديه للأطفال من عمر الأطفال المستهدف من 6 شهور إلى 59 شهر، نديه الوجبة الجاهزة، كل الحاجات دي تجيبها لنا المسيف. والله سنتين كان ضعيف، كان حولونا تغذية، كان عندي إسهال وقراش، حولونا تغذية لما أدي التغذية ما شاء الله يأكلها قاعد، لما أدي التغذية كده زيادة يقول داير أكل، بدي أي حاجة، هسه خير من أول. أمنياتي أتمنى أشوفهم يكبروا ويتحلى بهم، وقاعد أتمنى لكل الناس اللي يديهم ويكونوا في أحسن تمويل.